السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس المرحلة المتوسطة الصف الأول المتوسط الفصل الدراسي الأول لمادة الرياضيات موضوع درسنا اليوم بعنوان التمثيل البياني للدوال الجزء الثاني سنتعلم اليوم بمشيئة الله تمثيل البيانات لتوضيح العلاقات مثال مثل المعادلة التالية بيانيا ص تساوي س ناقص واحد الخطوة الأولى لتمثيل هذه المعادلة اختيار قيم السين اختر أي أربع قيم للمدخلات سين ولتكن اثنين ثلاثة أربعة خمسة ثم عوض عن قيم سين لتجد المخرجات صاد بإنشاء الجدول لدينا العمود الأول قيم السين التي تم اختيارها العمود الثاني العمليات سين ناقص واحد بتعويض السين بالقيم التي تم اختيارها وإيجاد الناتج لكل عدد وكتابته في العمود الثالث وهو المخرجات ص. 2 ناقص 1 الناتج 1 3 ناقص 1 2 4 ناقص 1 ب 3 5 ناقص 1 ب 4 العمود الرابع يمثل الأزواج المرتبه للاحداث السيني والصادي السين هنا باثنان الصاد بواحد اذا الزوج المرتب الاول الزوج المرتب الثاني ثلاثه واثنان الزوج المرتب الثالث اربعه وثلاثه الزوج المرتب الأخير: خمسة وأربعة. الخطوة التالية هي تمثيل الأزواج المرتبة في المستوى الإحداثي. إذاً لدينا المستوى الإحداثي: النقطة الأولى: اثنان إحداثي سيني، وواحد إحداثي صادي. إذاً اثنان على محور السينات، وواحد على محور الصادات. النقطة الأولى، النقطة الثانية: ثلاثة وإثنان. أيهما محور السينات؟ ممتاز، الثلاثة إذاً على محور السينات بثلاثة، إثنان على محور الصادات. النقطة الثالثة: أربعة وثلاثة. إذاً: أربعة على محور السينات، وثلاثة على محور الصادات. النقطة الأخيرة: خمسة على محور السينات. وأربعة على محور الصادات. تم تحديد الأزواج المرتبة جميعها، لاحظ أن الأربع النقاط تقع على خط مستقيم، بذلك هي معادلة خطية، وجميع هذه النقاط تمثل حلول لهذه المعادلة. المثال التالي مثل المعادلة التالية بيانيا ص تساوي ثلاثة س ناقص اثنين أول خطوة ما هي؟ ممتاز اختيار قيم السين أربع قيم المدخلات السين ولتكن سالب واحد صفر واحد اثنان ثم عوض عن قيم سين لتجد المخرجات صاد ما هي الخطوة التالية؟ ممتاز إنشاء جدول العمود الأول يتضمن القيم التي تم اختيارها العمود الثاني العمليات ثلاثة سين ناقص اثنان عوض السين بالقيم التي تم اختيارها إيجاد الناتج وهو المخرجات للصاد ثلاثة ضرب سالب واحد إذا الناتج سالب ثلاثة سالب ثلاثة وسالب اثنان إشارات متشابهة تجمع وتضع نفس الإشارة إذا سالب خمسة ثلاثة ضرب صفر بصفر ناقص اثنان إذا متبقى هنا سالب اثنان ثلاثة ضرب واحد بثلاثة ناقص اثنان اختلفت الإشارات القيمة المطلقة الأكبر لثلاثة إذا الناتج موجب واحد. ثلاثة ضرب اثنان كم تساوي؟ ممتاز، ستة ناقص اثنان، إذا الناتج. صحيح، أربعة. كتابة الأزواج المرتبة: سالب واحد وسالب خمسة. الزوج المرتب الأول. الزوج المرتب الثاني صفر وسالب اثنان. واحد وواحد. هو الزوج المرتب الثالث، اثنان وأربعة الزوج المرتب الرابع. الخطوة التالية تمثيل الأزواج المرتبة في المستوى الإحداثي. أول النقاط لدينا سالب واحد وسالب خمسة، سالب واحد إحداثي صيني، وسالب خمسة إذا للأسفل، هذه النقطة الأولى. النقطة التالية صفر إحداثي سيني وسالب اثنان إحداثي صادي إذا صفر على محور السينات وسالب اثنان على محور الصادات واحد وواحد على محور السينات والصادات اثنان وأربعة إذا اثنان على محور السينات وأربعة على محور الصادات تم تحديد جميع الأزواج المرتبة بإيصالها بخط مستقيم تلاحظ أن الأربع النقاط تقع على خط مستقيم مثل المعادلة التالية بيانيا ص تساوي سالب اثنان سين ناقص أربعة الخطوة الأولى اختيار قيم السين ولتكن سالب اثنان سالب واحد صفر واحد ثم التعويض بقيمة السين لإيجاد المخرجات صاد إذا لدينا الجدول العمود الأول قيم السين وهي القيم التي تم اختيارها العمود الثاني سالب اثنان سين ناقص أربعة يتم تعويض السين بالقيم المختارة قيم الصاد وهي مخرجات وناتج العمليات سالب اثنان ضرب سالب اثنان تشابهت الإشارات في عملية الضرب اذا الناتج موجب أربعة موجب أربعة ناقص أربعة إذا ص تساوي صحيح صفر سالب اثنان ضرب سالب واحد تشابهت الإشارات اذا موجب اثنان مطروحا منها أربعة المتبقي سالب اثنان ممتاز لان الاشارات مختلفة. سالب اثنان ضرب صفر بصفر ناقص اربعة اذا المتبقي سالب اربعة. سالب اثنان ضرب واحد بسالب اثنان مطروحا منها اربعة تشابهت الاشارات اذا الناتج بنفس الاشارة ويتم عملية الجمع فنقول الناتج سالب ستة. الخطوة التالية كتابة الأزواج المرتبة الزوج المرتب الأول سالب اثنان وصفر الزوج المرتب التالي سالب واحد وسالب اثنان صفر وسالب أربعة واحد وسالب ستة الخطوة التالية كتابة الأزواج المرتبة وتمثيلها في المستوى الإحداثي. أول النقاط سالب اثنان وصفر. أيهما إحداثي سيني؟ صحيح سالب اثنان إذا على محور السينات سالب اثنان وصفر على محور الصادات إذا النقطة على نفس المحور. النقطة التالية سالب واحد وسالب اثنان سالب واحد على محور السينات. سالب اثنان على محور الصادات. النقطة التالية صفر وسالب أربعة. أيهما إحداثي صادي؟ ممتاز. سالب أربعة إذا على محور السينات بصفر في المنتصف. وسالب أربعة إذا النقطة على محور الصادات. النقطة الأخيرة واحد وسالب ستة. واحد على محور السينات وسالب ستة على محور الصادات. تم تعيين جميع الأزواج المرتبة مع ملاحظة وجود جميع النقاط على خط مستقيم وهي معادلة خطية. المثال التالي: مسألة سباحة يقطع سباح مسافة أربعمائة متر بمعدل 100 متر في الدقيقة إذا كانت المعادلة فا تساوي 100 نون تمثل المسافة فا التي يستطيع قطعها في نون من الدقائق بهذه السرعة فمثل الدالة بيانيا إذا لدينا الدالة فا تساوي 100 نون الخطوة الأولى اختيار قيم للنون اختر أي أربع قيم موجبة لنون ثم أنشئ جدول دالة قيم النون يتم اختيارها واحد اثنان ثلاثة أربعة يتم التعويض الآن في العمود الثاني عمود العمليات مكان النون بالقيم المختارة الناتج في المخرجات فاء مئة ضرب واحد بمئة مئة ضرب اثنان بمئتان مئة ضرب ثلاثة بثلاثمائة مئة ضرب أربعة بأربعمائة في العمود الرابع ترتيب الأزواج المرتبة أول نقطة لدينا واحد ومئة النقطة التالية اثنان ومئتان النقطة الثالثة ثلاثة وثلاثمائة أخيرا أربعة وأربعمائة الخطوة الثانية تعيين الأزواج المرتبة على المستوى الإحداثي ورسم خط مستقيم يمر بهذه النقاط إذا لدينا المستوى الإحداثي الزمن بالدقائق والمسافة بالمتر أول النقاط واحد ومئة إذا واحد ومئة هذه النقطة الأولى النقطة الثانية اثنان ومئتان إذا اثنان ومئتان النقطة التالية النقطة الثالثة ثلاثة وثلاثمائة ثلاثة وثلاثمائة النقطة الرابعة أربعة وأربعمائة تم تحديد جميع النقاط وبوصلها بخط مستقيم فإن النقاط جميعها تقع على هذا الخط تقويم مثل المعادلة التالية بيانيا صاد تساوي 2 س فاصل ابدأ الحل أول خطوة في الحل اختيار قيم السين اختر أي أربع قيم للمدخلات سين ولتكن صفر واحد اثنين ثلاثة ثم عوض عن قيم سين لتجد المخرجات صاد لدينا الجدول التالي س وضع القيم المختارة، العمليات عوض السين بالقيم التي تم اختيارها، الصاد المخرجات وهي النواتج، إذاً اثنان ضرب صفر بصفر ممتاز، اثنان ضرب واحد صحيح اثنان، اثنان ضرب اثنان هي كذلك أربعة. اثنان ضرب ثلاثة ممتاز بستة الخطوة التالية كتابة الأزواج المرتبة أول زوج لدينا صفر وصفر الزوج المرتب التالي واحد واثنان الزوج المرتب الثالث اثنان وأربعة أخيرا ثلاثة وستة الخطوة الثانية تمثيل هذه الأزواج المرتبة على المستوى الإحداثي. أول النقاط صفر وصفر على السينات بصفر في المنتصف وعلى الصادات كذلك بصفر في المنتصف. إذا تحديد هذه النقطة وهي نقطة الأصل. النقطة التالية واحد واثنان إحداثي سيني واحد الصادي اثنان. إذا على محور السينات بواحد وعلى الصادات بإثنان، هذه هي النقطة. النقطة التالية اثنان وأربعة. إذا اثنان وأربعة على محور الصادات. النقطة الأخيرة ثلاثة على محور السينات وستة على محور الصادات. تم تحديد الأزواج المرتبة وتمثيلها بإيصالها بخط مستقيم تلاحظ وقوع جميع هذه النقاط على خط مستقيم. تقويم مسألة سيارات تستهلك سيارة لتر واحدا من البنزين إذا قطعت مسافة خمسة عشر كيلومتر. فمثل الدالة فا تساوي خمسة عشر لام بيانيا حيث فا عدد الكيلومترات التي تقطعها السيارة. في لام من لترات البنزين فاصل إبدأ الحل إذا لدينا الدالة ف تساوي خمسة عشر لام الخطوة الأولى اختيار قيم اللام ثلاثة أربعة خمسة ستة مثلا التعويض الآن في العمليات مكان اللام بالقيم التي تم اختيارها والضرب في 15 خمسة 15 عشر خمسة عشر ضرب 3 المخرجات فتساوي 45 خمسة 15 خمسة ضرب 4 تساوي 60 15 ضرب 5 خمسة تساوي 75 خمسة 15 خمسة ضرب 6 الناتج تسعون الخطوة التالية كتابة الأزواج المرتبة. الزوج المرتب الأول لدينا ثلاثة وخمسة وأربعون. الزوج المرتب التالي أربعة وستون. الزوج المرتب التالي خمسة وخمسة وسبعون. أخيراً ستة وتسعون. الخطوة التالية: تمثيل هذه الأزواج المرتبة على المستوى الإحداثي؛ فلدينا عدد اللترات، ولدينا كذلك المسافة بالكيلومتر؛ أول النقاط لدينا ثلاثة وخمسة وأربعون، ثلاثة وخمسة وأربعون، هذه النقطة الأولى؛ النقطة التالية: أربعة وستون، إذاً أربعة. وستون النقطة التالية خمسة وخمسة وسبعون النقطة الأخيرة ستة وتسعون تم تحديد جميع الأزواج المرتبة وبإيصالها بخط تلاحظ وجود الأربع النقاط على هذا الخط المستقيم تعلمنا اليوم التمثيل البياني للدوال وتم عرض تمثيل المعادلات بيانيًا شاكر ومقدر لكم متابعتكم وإلى اللقاء في دروس قادمة بإذن الله